الخطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي في المحافل العالمية. شريحة المعاقين على خوض المنافسات مختلف مؤسساتنا الوطنية لهذه الشريحة والأطباء والباحثين من داخل الدوحة التكنولوجية المعرضة المصاحبة. بسم الله وعلى بركة الله، نعلن عن افتتاح كأس دبي العالمي بدورتها. Thanks. Like and subscribe. 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 Like and subscribe.